نتكلم في المحاضرة بتاعتنا النهاردة. احنا دي تالت محاضرة زي باشمهندس عمر ما قال. المحاضرة الأولانية كنا بنتكلم عن الروبوتك فابريكيشن في الأركتكتشر. كنا بنتكلم عن الروبوتك فابريكيشن في الأركتكتشر واستخدام الروبوتس عامة في الكونستراكشن في الإنشاء. المحاضرة التانية اتكلمنا عن الـ AI والـ IoT والـ Smart City والـ Smart Building والـ Smart City والـ Smart Homes. المحاضرة التالتة بقى فهي الـ AI والـ Smart Building Material. ايه هي علاقة الـ AI بالـ Smart Building Material؟ وهنعرف الـ Smart Building Material هي بتبقى عبارة عن ايه وبتتكون، يعني المواد دي بتبقى عبارة عن ايه واستخداماتها ازاي، وبستخدمها في بعض التطبيقات بتاعتها واستخداماتها عندي في العمارة ازاي. نبدأ. الأول نقول الـ Construction Material Development Layout. الـ Construction Material Development Layout الـ Material بتاعت الـ Construction بدأت ازاي معايا من البداية. لما نيجي نشوف مثلا أيام زمان، أيام الإنسان البدائي خالص كان بيستخدم إيه؟ كان بيستخدم في البيت بتاعه اللي هو الكهف، اللي هو كان بيعمله من الحجر. بعدين بعد كده لما بدأت العمارة تتطور شوية، بدأوا إن هم يستخدموا طوب، بدأوا إن هم يستخدموا حاجات، يعني ماتيريال كتيرة، إذا كان حطب لغاية لما وصلوا لغاية اللي هو الكونكريت، الخرسانة والستيل، المعدن. فهم في البداية تدرجوا من الحجر، راحوا على الطوب، راحوا على مواد كتير كده لغاية لما وصلوا للمعدن دلوقتي. بس دي traditional materials، دي مواد تقليدية، دي لسه يعني هي تطورت وتحدثت، بس في نفس الوقت هي المادة تقليدية، يعني ما بتقومش غير بدور واحد. فدي المادة بتاعتي، ده كان بداية المواد. بعدين بعد كده بدأ composite materials. Composite materials بدأ يظهر مواد جديدة نستخدمها معانا في construction زي البلاستيك والكربون فايبر والجلاس فايبر. بدأت مواد جديدة نعمل فيها، نستحدث مواد جديدة، وبدأت إن إحنا نستخدمها وندخلها معانا في construction بتاعنا في العمارة. وبعدين عندنا sustainable materials، الماتيريال بقى المستدامة، زي إن إحنا بدأنا نتوجه شوية لإن إحنا عايزين نستخدم مواد مستدامة بيئيا، زي إن إحنا نستخدم أخشاب مثلا في construction بتاعنا. بعدين اتجهنا بعد كده لل future materials. ال future materials بقى بدأنا ان احنا نستخدم نعمل ابحاث على المواد الماتيريالز. ده طبعا خاص بعلوم المواد، يعني ده حاجة تانية، علم تاني اللي هو علم المواد. بدأوا ان هم يعملوا ابحاث جديدة على المواد، لغاية لما بدأوا ان هم يعملوا smart material. يعني ايه smart material؟ يعني مادة ممكن تعملي تمتص مثلا الطاقة الشمسية مثلا وتطلع لي ضوء، أو مادة ممكن تمتص أي طاقة تانية، طاقة من الكيمياء مثلا، تفاعلات كيميائية وتطلع لي ضوء. ممكن مادة تحفظ شكل، ممكن مادة من ضغط تولد لي كهربا. بدأ يبقى فيه المادة بدأت ما عادش ليها استخدام واحد بس، أو ما عادش ليها خاصية واحدة بس. المادة بقى ليها أكتر خواص كتير، وبدأ يبقى ليها استخدامات كتير. فدي الـ future materials. يبقى احنا كده بدأنا من البداية، كان بدايتنا خالص في الماتيريال إن احنا بنستخدم construction material، مواد traditional material، مواد تقليدية عادية الموجودة عندنا في المتاحة معانا. بعدين بعد كده بدأ يبقى فيه composite materials، بدأنا إن احنا نعمل مركبات كده ونطلع مركبات جديدة ونعمل بيها material ونستخدمها كماتيريال. بعدين بعد كده اتجهنا لل sustainability، إن احنا نستخدم مواد من الطبيعة. بعدين بعد كده اتجهنا لل future materials، إن احنا نستخدم مواد ما هيش ضارة بالطبيعة، وفي نفس الوقت المواد دي أقدر إن أنا أوفر بيها استهلاك طاقة أو تساعدني في تكيفية المبنى أكتر. نيجي نقوله الـ Material Role في الـ Design. أنا لما باجي أعمل ديزاين، ديزاين لمبنى أو ديزاين ل ديزاين لمبنى أو ديزاين ل لأي مشروع عندي، فأنا عايز أعمل ديزاين للمشروع ده، هعمله إزاي؟ هفكر إزاي في المشروع بتاعي؟ بيبقى عندي في شوية حاجات أنا ببدأ إن أنا بفكر فيها، زي أول حاجة مثلا الـ User Requirements اللي هو متطلبات المستخدم. أنا الفراغ ده هستخدمه إزاي؟ أو أنا هعوز أحقق فيه متطلبات إيه بالظبط؟
بعدين بعد كده نيجي نشوف مثلا الفيزيكال كونتكست، المحتوى بتاعي بتاع الفراغ ده هيبقى ايه، هيبقى المحتويات الموجودة فيه ايه، او هيبقى المحتوى بتاعه عامة ايه، استخدامه المحتوى بتاعه ايه. وبعدين ال spatial arrangements، الترتيبات الفراغية هو او الاحتياجات، الترتيبات المكانية او ال spatial arrangements، انا المفروض ان انا يعني هحتاج فيه ايه، او هيبقى ايه اللي موجود فيه. وبعدين بعد كده ال environment، الطبيعة اللي موجودة حواليا، هي الطبيعة ديت انا هستغلها في ايه، او هستخدمها في ايه، ممكن استغلها في حاجة، ممكن اطلع منها ماتيريال معينة. وبعدين بعد كده اشوف الماتيريالز، الماتيريالز بقت من الحاجات المهمة اللي موجودة عندي، اللي انا لازم احطها دايما في خزباني وانا بعمل اي تصميم. لما كان في البداية كنا بنستخدم traditional materials، كان الموضوع بالنسبة لي سهل، انا مش بحط في دماغي، انا ببني البيت وعارف ان انا هبنيه من الطوب، او هبني البيت ده من الستيل. انما لما ظهرت السمارت ماتيريال، بقى انا لازم احط في حسباني كويس قوي الماتيريال اللي انا هستخدمها، الماتيريال دي هتحقق معايا، هقدر ان انا استغل منها طاقه، هتقدر ان هي توفر لي، تعمل لي تكيفيه للمبنى، توفر طاقه، توفر حراره، توفر اي شكل من اشكال الطاقه الموجوده عندي، او تساعدني اكتر في المبنى. فده لازم احطه معايا في الحسبان من اول تصميم من اول تصميم الديزاين بتاعي بتاع المبنى. بس انا لما باجي اخد في حسباني الكلام ده كله واعمل العمليات بتاعتي التصميميه، وابدا ان انا افكر في العمليات بتاعتي، هيطلع معايا في الاخر الفورم، او الفورم الشكل اللي انا عايزه اطلعه، او الشكل النهائي المنتج بتاعي هيبقى شكله عامل ازاي. معلش ثواني. متطلبات متطلبات النيو ماتيريال ريكويرمنتس، متطلبات المواد الجديده. انا لما اجي ابقى عندي ماده جديده وعايزه ادخلها عندي في الكونستراكشن، فانا بيبقى فيه شويه او متطلبات انا لازم الماده دي تكون بتحققها علشان خاطر اعرف ان انا استخدمها عندي في الكونستراكشن. مش اي ماده هقدر ان انا استخدمها عندي في الكونستراكشن، لازم يبقى فيه متطلبات معينه، لازم تحقق درجه معينه انا محتاجها من ال يعني لازم تحقق درجة معينة أو قدر معين من المتطلبات أنا عايزاه. طيب عندي مثلا زي الميكانيكال كاركترستكس، الميكانيكال كاركترستكس زي مثلا التصنيع، الماتيريال دي التصنيع بتاعها بياخد وقت قد إيه مثلا، أو أي ميكانيكال كاركترستكس فيها، إذا كانت كيفية عملها أو التصنيع بتاعها. manufacturing properties، الميكانيكال كاركترستكس زي مثلا الخواص الميكانيكيه بتاعتها، زي الانضغاط، زي التمدد، الانكماش، الكلام ده كله. المانيفاكتشرنج بروبرتيز زي التصنيع بتاعها، خواص التصنيع بتاعها، هي بتتصنع من ماتيريال ايه، هي الماتيريال دي هحتاج ان انا استوردها، ولا الماتيريال دي هي موجوده عندي وانا بالفعل هي متوفره اقدر ان انا اعمل لها مانيفاكتشر عادي. الايكونوميك كريتيريا زي التكلفه، التكلفه زي مثلا لو الماتيريال دي انا اللي هي اللي هيتصنع منها الماتيريال دي، لو هي هتستورد، فالماتيريال دي اقدر المفروض لو هي تستورد هتزود عندي التكلفه، لان انا هستورد مواد جديده من بره علشان خاطر هيبقى سعر الماده، وهيبقى عندي كمان سعر الماده وتكلفه النقل، تكلفه العماله اللي بتنقل، فده كله هيزود عندي التكلفه بتاعه الماده نفسها، هيزود اللي هو الماده اللي انا هاخدها عشان خاطر اصنعها، فده في النهايه هيزود عندي الايكونوميك او كوست بتاع الماده النهائيه. الانفيرمنتال كاركترستكس، السمات الطبيعية بتاعت المادة دي، هي هتضر بالبيئة بتاعتي، يعني أنا لما هحطها في المبنى هيبقى ضررها أكتر من فايدتها، ولا فايدتها هي اللي هتبقى أكتر. ال sustainable development criteria، الاستدامة، إن المادة دي لازم تحقق خواص الاستدامة، زي مثلا إن هي تكون معادة تدوير، إن أنا أقدر إن أنا أعملها إعادة تدوير تاني من أول وجديد، أو إعادة استخدام تاني من أول وجديد، مش مجرد مادة استخدمت وخلاص أول ما المبنى وقع، أو أول ما المادة دي ما باظت معايا فخلاص كده المبنى المادة هتترمي وتبقى ماس موجودة معايا زيادة في الـ environment. نشوفوا بعدها الـ smart material definition. طب ايه هو الـ smart material؟ ايه هي الـ smart material دي، بتتكون من ايه، او دي عبارة عن ايه الـ smart material؟ الـ smart material هي مش مادة عادية، الـ smart material دي بيبقى فيها كذا حاجة. معنى ان هي سمارت ان فيها ان هي فيها ثلاث حاجات: سنسور، اكتويترز، كنترول ميكانيزمز. سنسور ان هي تبقى فيها مستشعر يبدا ان هو يعمل يستشعر الحاجات اللي حواليه، يستشعر ضوء، يستشعر حراره، يستشعر حركه،
وليكن ايه الذي اللي موجود حواليه. هو السنسور هيبدأ ان هو يستشعر الحاجة اللي موجودة حواليه، والاكتويترز اللي هي زي المشغلات، الاكتويترز اللي هي المشغلات اللي هو السنسور هيبدأ ان هو يستشعر حاجة، فهيبدأ ان هو ينقل الحاجة اللي هو استشعرها دي للكنترول ميكانيزمز، للوحدة التحكم. وحدة التحكم دي هتبدأ ان هي تبعت للاكتويترز المشغلات ان هي تبدأ ان هي تاخد اجراء. يعني ونفترض مثلا اني انا عندي سنسور في واجهة، والواجهة وفي شمس عالية، فبدأ السنسور ان هو يستشعر درجة حرارة عالية او ضوء عالي، فبدأ ان هو يبعت للكنترول سيستم. الكنترول سيستم بدأ ان هو يبعت للاكتويترز رد الفعل اللي هو ايه، اقفل الواجهة او نزل او اقفل البانلز بتاعت الواجهة بتاعتك، بحيث انك تقلل الضوء اللي موجود عندي في الواجهة شوية، اللي هيدخل عندي المبنى شوية. وبعدين طب لما تبقى الحاجات دي كلها متوفرة موجودة معايا في المادة، يبقى انا اقدر ان انا اعمل، يبقى المادة دي تقدر ان هي تعمل كذا حاجة، تستشعر بالسنسنج ستيمولس، تشوف المحفز اللي هي هيبقى يبقى فيه، تستشعر المحفز اللي هو زي ما قلنا الضوء او الحرارة، وبعدين respond to it، وبعدين هتستجيب لي بطريقة ان هي تبدأ ان هي تبعت للكنترول ميكانيزم ان هي تستجيب لي. بعدين هتبدأ ان هي تستجيب لي بشورت appropriate time، بشورت appropriate time يعني في وقت قياسي، في وقت قليل، مش هتاخد وقت طويل. وبعدين هتبدأ ان هي ترجع لحالتها تاني طبيعية اول ما الحافز ده ما يتشال، يعني اول ما الشمس ما تروح او الحرارة ما تروح او المحفز اللي بيبدأ ان هو يستشعر السنسور ده اول ما يتشال، تبدأ المادة ان هي ترجع لطبيعتها تاني زي ما كانت. نيجي نشوفوا ال AI وال Smart Material، ايه علاقة بقى ال AI بال Smart Material؟ طيب طب هو كده انا مسموع؟ ايه علاقة ال AI بال Smart Material؟ لما نيجي نشوفوا ال Smart Material، احنا قلنا ال AI قلنا ان هو بيتكون قبل كده من كذا حاجة، من Machine Learning، من Big Data، من اكتر من يعني من كذا حاجة. طيب بالنسبة لل AI الماشين، احنا في الماتيريال احنا بنستخدم ايه؟ بنستخدم الماشين ليرنينج اللي هو تعلم الآلة. يعني ايه تعلم الآلة اللي هو الماشين ليرنينج؟ يعني الآلة اللي قدامي او الماشين اللي قدامي انا مش هديلها اوامر، مش هقولها انتي لما انا مثلا لما تيجي تتحركي بالطريقة الفلانية هترفع الايد الفلاني او تتحرك بالطريقة الفلانية، او لما تيجي تواجه موقف معين هتتخذ الاجراءات 1 2 3. لا، انا مش هديله كده، انا هديله شوية algorithms، معادلات، وهديله انترنت، بحر المعلومات، ان هو ساعة لما يواجهك موقف انت ابدأ ان انت من الالجوريثمز الموجودة عندك تبدأ انك تفكر في الموقف ده وتحلله، وتبدأ انك تدور على الحلول على الانترنت، انك تشوف حلول على الانترنت تبدأ ان هي تتكيف، تبدأ انك تحل بيها المشكلة اللي موجودة قدامك. علاقتها بقى بالسمارت ماتيريال ان هي بدأت ان هي تلعب دور في السمارت في السمارت ساينس في الماتيريال ساينس، علشان خاطر ان هي تبدأ الماتيريال بتاعتي تبدأ ان هي تتعرف على الماتيريال وتعرف خواصها، وتبدأ ان هي تطور في خواص الماتيريال. فده علاقة ال artificial intelligence بال smart material. بعد كده نيجي نشوفوا ال smart material، انواع ال smart material. انواع ال smart material عندنا ال smart material بيعرفوها لنوعين، نوع passive ونوع active. يعني ايه passive ويعني ايه active؟ بيقولوا ان النوع الباسيف ان النوع الاكتيف اللي هو الماتيريال اللي بتبدا ان هي لما تيجي مثلا يحصل عليها انضغاط فتبدا ان هي تولد لي طاقه كهربائيه، اللي هي بيحصل عليها نوع من الطاقه فتبقى او نوع من انضغاط او طاقه او ضغط مثلا او فورس معينه، فتبدا ان هي او ستيمولس معينه، حافز معين، فتبدا ان هي تحول الطاقه ديت تحولها لشكل تاني. الباسيف بقى بس الاكتف، الاكتف كمان ممكن يحصل تغير في ممكن يحصل تغير
في الخلاص بتاعت المادة بتاعتها، بس هتبدأ ان هي ترجع تاني زي ما كانت اول ما يتشال الحافز ده. الباسف بقى فهو ممكن نقوله ان هو بينقل الطاقة، يعني بينقل شكل الطاقة. يعني ازاي؟ يعني ممكن مثلا زي الألياف الضوئية ان هي تنقل الطاقة الضوء بتاعي من مكان لمكان، بس ما بيحصلش فيها تغير في خواص المادة بتاعتها نفسها. عندي مثلا في الباسيف عندي الثيرموكرومكس. الثيرموكرومكس ده لما هي مادة بيجي لما تتعرض للطاقة الحرارية بتغير اللون بتاعها. عندي عندي الماجنيتورولوجيكال الكترو والالكترورولوجيكال ده لما اجي اطبق مجال عندي مجال مغناطيسي، هي من ماجنيتو من اسمها ماجنيتو مغناطيسية، لما اجي اطبق مجال مغناطيسي عليها فهيحصل تغيير في توجيه المجالات المغناطيسية للجزيئات بتاعتها. فتبدأ المادة لو هي مثلا سائلة فيبدأ لو أنا مثلا عرضت لها مجال مغناطيسي فيبدأ الجزيئات بتاعتها تتكون وتترصص بشكل معين تبع المجال المغناطيسي المتوافقة مع المجال المغناطيسي اللي أنا عرضت لها. فلو هي مثلا سائلة فممكن تتحول لمادة صلبة. ماشي. عندنا الفوتوتروبكس. الفوتوتروبكس ديت لما بتتعرض للضوء هي كمان بتغير اللون بتاعها، هي مادة لما بتتعرض للضوء بتغير اللون بتاعها. والثيرموتروبكس من اسمها ثيرمو يبقى حرارة، يبقى هي لما بتتعرض لطاقة حرارية بتبدأ إن هي تغير بنيتها الذرية أو بنيتها الجزيئية، فتبقى مثلا تبدأ إن هي تبقى توصل كهرباء زيادة، أو تبدأ إن هي تدوب أكتر، أو تبدأ إن هي يبقى فيها نفاذية أعلى. فدي السيرمو. عندي الشيب ميموري. الشيب ميموري دي ماتريال اول ما بتتعرض لطاقة حرارية او تتعرض لطاقة ضغط او تتعرض لشكل من اشكال الطاقة فتبدأ ان هي تغير في شكلها، تبدأ ان هي تحول في شكلها، بس بترجع بس ممكن يعني ما بتتغيرش من خواصها نفسها. الميكانوكرومكس. الميكانوكرومكس ده ماتيريال لما بتتعرض لضغط بتغير اللون بتاعها. والكيموكرومكس برضو لما بتتعرض من اسمها من كيمو، لما بتتعرض لمواد كيميائية أو تفاعل كيميائي معين تبدأ إن هي تغير اللون بتاعها برضو. الإلكتروكرومكس لما بتتعرض لجهد أو تيار تبدأ إن هي تغير لون. يعني أنا بشوف الماتيريال إيه المحفز اللي بيبدأ إن هو يأثر عليها، إذا كان ضغط ميكانيكال أو إذا كان كيمو، إذا كان تفاعل كيميائي أو إذا كان جهد فرق تيار، فيبدأ إن هو يغير في الشكل بتاعها أو يبدأ إن هو يغير في خاصة من خواص في خاصية من الخواص بتاعتها. الفيز تشينجينج ماتيريال دي لما بتتعرض لتفاعل كيميائي معين أو تبدأ روابط كيميائية معينة إن هي تدخل في الموضوع، فيبدأ ان هو يحصل تخزين واطلاق للطاقة، يعني يحصل ان الطاقة يا اما اخزنها يا اما اطلقها. وزيها الاديشن changing materials اللي هي material لما بتتعرض لضوء او تيار بتبدأ ان هي تغير امتصاص الذرات بتاعتها. طيب دي كانت الباسيف ماتيريال. نيجي نشوف الاكتيف ماتيريال. الاكتيف الماتيريال عندي مثلا زي اللايت اميتنج ماتيريالز اللي هي لايت اميتنج ماتيريالز اللي هي مواد بتتعرض لطاقه طاقه اشعاعيه او طاقه كهربيه او طاقه تفاعل كيميائي، اللي هي انواعها الفوتو لومينيسنت لطاقة إشعاعية أو تعرضت لطاقة كهربائية، تبدأ إن هي المادة تطلع معايا طيف مرئي ضوء. ماشي. الثيرمو إلكتريكس بقى، الثيرمو إلكتريكس لما بتتعرض لتيار كهربي بيحصل فيه فرق في درجة الحرارة بتاعة المادة. الفوتوفولتكس اللي هي ألواح الطاقة الشمسية اللي إحنا عارفينها ديت لما بتتعرض لطاقة إشعاعية بتبدأ إن هي تطلع لي تيار. الإلكتروستراكتيفز دي لما بتتعرض لتيار بتديني طاقة أو بتديني فرق جهد. الماجنيتوستراكتيف بقى، الماجنيتوستراكتيف من اسمها برضو ماجنيتو، فهي لما بتيجي تتعرض
لمجال مغناطيسي بتطلع لي طاقة أو بتطلع لي برضه فرق جهد. بعدين عندي الشيب ميموري الالوي زي ما احنا مشرحناها، برضه بتتعرض لضغط أو بتتعرض لشكل من أشكال الطاقة فتبدأ إن هي تتغير في شكلها. بعد كده نيجي نشوفه بقى، احنا هنا اتعرفنا على ماتيريال، بعض الماتيريال السمارت ماتيريال، وعرفنا ان الماتيريال دي بتشتغل ازاي. يعني عرفنا ان الماتيريال ديت هي بتتكون من سنسور بيبدأ مستشعر ان هو يستشعر المحفز اللي محطوط عليه، وبعدين يبدأ السنسور يبدأ ان هو يدي للكنترول ميكانيزم، يبدأ يدي للكنترول سيستم ان هو انا في عندي تأثير محطوط عليا، فيبدأ الكنترول سيستم بقى يبدأ ان هو يدي رد فعل، فيدي للاكتويتر ان هي تبدأ ان هي تنفذ رد الفعل اللي هي اللي هي المشغلات بتاعة المادة ان هي تبدأ ان هي تنفذ رد الفعل. يعني لو انا مثلا في مادة مثلا زي البايزو الكتريك اللي هي البايزو الكتريك اللي هي الطاقة اللي هي الطاقة المواد اللي بتتعرض للانضغاط فتطلع لي طاقة. المادة ديت مثلا لو انا عملتها تاكتايل عندي في الأرضية مثلا، فلو هي مثلا المادة دي حطيتها عندي في الأرضية وانا ضغطت عليها او دوست عليها او عربية مشيت عليها، فهي اتعرضت لمحفز اللي هو الضغط. الضغط ده بدأ ان هو يطلع للكنترول ميكانيزم، الكنترول ميكانيزم بدأ ان هو يدي امر ان للاكتويتر بتاع المادة ان هي تبدأ ان هي تتفاعل مع الضغط ده وتطلع كهرباء. فده دي بعض، يبقى احنا كده عرفنا ان الماتيريال بعض انواعها اهي، وعرفنا الماتيريال دي بتشتغل ازاي، وكل ماتيريال عرفنا ايه الحافز بتاعها اللي بيبدأ ان هو يحفزها، وهي بعد ما بتتحفز بتطلع ايه رد الفعل بتاعها. ماشي، نيجي نشوفوا بقى بعض التطبيقات، بعض التطبيقات بتاعت السمارت ماتيريال. عندي في حاجة اسمها سمارت كونكريت. يعني ايه سمارت كونكريت؟ سمارت كونكريت دي خرسانة، بس مش خرسانة عادية، دي خرسانة بتبدأ إن هي تستشعر لو في حصل كراك في المبنى، فتبدأ إن هي تستشعر بالكراك ده أو بالشرخ ده أو بالحاجة اللي حصلت في المبنى دي. إذا كان بقى كراك، إذا كان حصل مثلا في تسرب لرطوبة أو مية أو أي حاجة، تبدأ إن هي تستشعر باللي حصل ده، تبدأ إن هي تبعت للكنترول سيستم، الكنترول سيستم يبدأ إن هو يدي بال أكتويترز إن هي تبدأ تاخد رد الفعل. طب هي ازاي بتعمل الكلام ده؟ ايه الجديد اللي فيها اللي يخليها تقدر ان هي تعمل الكلام ده؟ الجديد اللي فيها ان هم حطوا الواح الياف كربونيه في قلب الخرسانه، الياف كربونيه في قلب الخرسانه. فالالياف الكربونيه لما تتحط في قلب الخرسانه هي ليها توصيليه عاليه، يعني بتوصل الكهرباء، التيار الكهربي بطاقه بطريقه بمقدار عالي. فلما تتحط، لما اجي احط الالياف الكربونيه دي في موجودة عندي في الكونكريت في الخرسانة، واجي اخد الخرسانة واجي احط على الخرسانة سنسور واقيس فرق الجهد بتاع السنسور ده، فاجي واخلي السنسور ده يقيس فرق الجهد، فاجي اشوف هو انا عندي سنسور عادي طبيعي اللي هو مستشعر بتاع فرق الجهد، غير اساسا ان الكونكريت بتاعتي سمارت. فيجي السنسور بتاعي بتاع فرق الجهد يبدأ ان هو يقيس عندي فرق الجهد اللي ماشي في الكونكريت في الخرسانة. فيبدأ ان هو يقول لي ان في كراك في جزئيه معينه في الخرسانه دي او في الكونكريت دي، فدي السمارت كونكريت. في كمان ماتيريال تانية، ممكن الكونكريت نفسها تبدأ ان هي تعمل سيلف هيلينج، ان هي تبدأ ان هي تعالج نفسها بنفسها. ماشي، فممكن تبقى الكونكريت يحصل فيها شرخ، فتبدأ ان هي تعرف الشرخ ده مكانه فين وتحدده، وتبدأ ان هي تعالج الشرخ ده وتلحمه بنفسها. عندي في حاجة تانية اسمها سمارت بريكس، الطوب الذكي. الطوب الذكي ده عبارة عن ايه؟ هو طوب عادي، بس ببدأ ان انا احط في التجويف بتاعه، ابدأ ان انا احط في قلبه يقيس عندي الرطوبة، يقيس عندي اي حاجة انا عايزة اخلي السنسور ده يقيسها. انا احط السنسور ده عندي في الطوب وابدأ ان انا ابني المبنى بتاعي، بس واخلي السنسور ده يقيس عندي درجة الحرارة او يقيس عندي الرطوبة او يقيس عندي اي حاجة انا عايزاه يقيسها، او صوت او ايه وليكن بالذي. فده سمارت بريك، يبدأ ان هو
الطوبة بتاعتي أول ما تبقى في مثلا أول ما يبقى في عندي أي حاجة محفز ليها، زي مثلا رطوبة، صوت عالي، زي درجة حرارة عالية أو منخفضة، فتبدأ إن هي تدي المستشعر، ويبدأ بقى المبنى إن هو يتكيف مع بعضه، زي ما قلنا مثلا في السمارت هوم، إن يبدأ يبقى فيه بقى رد فعل تاني على السنسور ده. يعني هو مثلا حس إن في درجة حرارة منخفضة في المكان، فيبدأ إن هو يدي مثلا، يا إما يبدأ إن هو يتكيف مع المكان، ويبدأ إن هو مثلا يخلي المادة تطلع طاقة حرارية، أو يبدأ إن هو يتفاعل مع السنسورز التانية اللي موجودة عندي في المكان، وتبدأ إن هي تخلي درجة حرارة المبنى متكيفة. عندي هنا ده المثال بتاع السمارت كونكريت. ده الشكل بتاع المبنى من بره. هو المبنى المفروض ان هو مطبوع مطبوع بارم روبوت. الكونكريت بتاعته المفروض ان هي مطبوعة بارم روبوت، والمفروض ان بعد ما طبعوا المبنى هي مطبوعة بشكل يونت كده، على اساس ان هي منفصلة مع بعض، او وحدات منفصلة مع بعض، يبدأ ان هو منفصلة عن بعض، يبدأ ان هو يكررها في كل الاشكال الواجهة. لو لاحظنا ان الواجهة فيها يونت كتير متكررة كلها، وبدأ ان هو يخليها تبدأ ان هي تبقى منفصلة عن بعض، وفي نفس الوقت متصلة عن بعض، ملحومة في بعض، فيبقى فيه سهولة صيانة، في سهولة ان انا اقدر ان انا احدد فعلا الكراك اللي موجود في المكان ده موجود فين بالفعل. وبعد ما خلصوا ال... بعد ما خلصوا ال... ال... بعد ما خلصوا بنوا المبنى بتاعهم، اخدوا الروبوت حطوه في المبنى كإثبات على طريقة كيفية عمل المبنى ده. طيب هنا في من التطبيقات التانية، ده National Design Museum، دي ال Smart Envelope. ال Smart Envelope أو Smart Wrap دي المفروض إن هي واجهة ذكية، بتبدأ إن هي تحافظ لي على درجة حرارة المبنى من جوه، فيها sensors برضو، تبدأ إن هي تحافظ على درجة حرارة المبنى من جوه، تحافظ على تستشعر الضوء والحرارة، يبدأ إن يبقى فيه هي عبارة عن مادة مكونة من مكونة هي عبارة عن مادة مكونة من 6 طبقات، مكونة من 6 طبقات، في ألواح كربون، ألواح كربون موجودة أو موجودة في الواجهة، وبعدين 6 طبقات تانية من الجاي، ماشي. بعدين بعدها في طبقة ماسكة الطبقات، ال5 طبقات مع بعض، فهي عبارة عن envelope مكون من 6 طبقات. يبدأ ان هو يتحكم في درجة حرارة المبنى الداخلية، ويبدأ ان هو يتحكم في درجة المبنى الخارجية، ويعني ده يكيف المبنى داخليا مع بره، ويبدأ ان هو يتحكم في شدة الإضاءة، ويبدأ ان هو يتحكم في طبيعة المكان اللي موجود جوه في المبنى، التكيفية بتاعته، التكيفية الضوئية او التكيفية الحرارية بتاعته. في هنا كمان البايزو او البايزو الكتريك ماتيريال. البايزو الكتريك ماتيريال زي ما قلنا من شوية، هي مادة لما بتتعرض للضغط بتبدأ ان هي تولد عندي طاقة كهربائية. فالمادة دي بيستخدموها في اماكن كتير، بيستخدموها مثلا في الطرق بتاعت اللي هو الرصيف اللي بيمشي عليه العربيات، بحيث ان لما يبقى في عربية عندي تراك تراك عربية عندي ماشية، فتبدأ ان هي تولد ضغط عندي على الطبقة بتاعت الخرسانة بتاعتي، فتبدأ ان هي تبدأ ان هي المادة كده اتحفزت، وبقى في ضغط متحفز عليها، فيبدأ ان هو يطلع يولد عندي كهرباء. دي من انواع المصادر بتاعة توليد الكهرباء اللي بتستخدم في الدول بره، ان هم يحطوا طاقة، ان هم يحطوا الالواح دي موجودة عندي في الرصيف، فتبدأ ان هي تولد عندي كهرباء، يبدأ ان هو يستخدمها عنده في المدينة بتاعته. زي هنا مثلا هم مستخدمها في الكار، في الباركينج بتاعة الكار مستخدمها هنا. بيستخدموها كمان في الرصيف عادي بتاع المشاة، بيستخدموها في الملاعب بتاعة كرة القدم، بيستخدموها في الأرضيات بتاعة الماراثون بتاع الجري، علشان خاطر تبدأ إن هي من انضغاط أو من حركة كتير عليها تبدأ إن هي تولد عندي طاقة كهربائية كبيرة.
هنا ال polymer dispersed liquid crystal glass وال electrochromic glass، وفي كمان ال unsuspended particle glass. ده كله ازاز عادي، بس الازاز ده بيبدأ ان هو الجزيئات بتاعته تبدأ ان هي ليها اكتر من طريقة عمل، بتبدأ ان هي تتوسط، تبدأ ان هي تتحرك او تتكيف مع شدة الاضاءة الموجودة عندها، وتبدأ ان هي تتكيف، يا اما تبقى معتمة وتخلي الاضاءة الخارجية يعني يبقى الازاز معتم، لو درجة لو الشمس اللي بره عالية فيبدأ ان الازاز يبقى معتم لو انا عايزاه يبقى معتم، ويخلي الشمس اللي بره ما تدخلش عندي لجوه، ما يبقاش فيه نفاذية عالية، او يخلي ان الشمس ما تدخلش اصلا، او يخلي ان الشمس تدخل بكميه قليله، فهو بيتحكم في نفاذيه الازاز. الازاز ده ليه اكتر من نوع على طبقا للجزيئات بتاعته، الجزيئات بتاعته بتبدا ان هي تترص ازاي مع بعضها لما يجي المحفز عليها، ففي جزيئات مثلا ممكن يبقى النفاذية بتاعتها عالية، في جزيئات ممكن تبقى النفاذية بتاعتها قليلة، في جزيئات ممكن تبقى معتمة تماما. ماشي. في كمان الإزاز ده كمان مش ممكن أخليه إن هو يبقى من نفسه يتحكم من نفسه، السنسور هو اللي ياخد الإجراء من نفسه، ممكن أخليه إن هو يبقى بسنسور، يبقى بريموت، إن أنا ساعة لما أضغط على زرار في الريموت فأبدأ إن أنا أتحكم فيه، فهو بوصله بالطاقة بوصله بطاقة كهربائية علشان خاطر يبدأ إن هو أضغط على الريموت فيبدأ إن هو يتحكم في الإزاز، يعني يبقى في توصيل للطاقة الكهربائية ما بين الوحدات بتاعة الإزاز وبعضها، بحيث إن هو يعمل عندي يتخذ عندي الإجراء بتاع النفاذية بتاعته. فده بالنسبة للثلاث أنواع دول، البوليمر dispersed liquid crystal glass والإلكتروكروميك glass وال suspended particle glass. طيب هنا عندنا المبنى بتاع العالم العربي، معهد العالم العربي Institute du Monde Europe، ده kinetic surface. بس ال kinetic surface ده فيه sensor، هو واخد فكرة الانفلوب بتاعة المبنى في الواجهة الجنوبية عشان خاطر الواجهة الجنوبية عنده فيها شمس ساطعة، فهو واخد الواجهة الجنوبية دي عملها انفلوب متحركة، بمعنى ان هي هو واخد فكرتها من فكرة المشربيات اللي كانت موجودة عندنا في البيوت القديمة في مصر القديمة، فهو واخد فكرة المشربيات ديت من واخد فكرة الواجهة ديت من المشربيات، من الوحدات بتاعة المشربية وشكلها عامل ازاي. فكرة المشربية ان هي كانت بتبقى عندي الجدار مثلا كله مشربية، فيبدأ يبقى في فراغات، تدخل عندي هواء بارد تهوي المكان او الفراغ بتاعي، وفي نفس الوقت هي بتخلي عندي فيه ضوء، شوية ضوء قليلين داخلين، او تتحكم في شدة الضوء اللي داخل، ويبدأ ان يبقى فيه اللي بره مش شايف اللي جوه، فيبقى في عندي كده انا عزلت الفراغ بتاعي ان مفيش حد بره شايف اللي جوه، كده في خصوصية، وفي نفس الوقت انا خليت الانفلوب بتاعي الواجهة بتاعتي تبدأ ان هي تتحكم في شدة الضوء وتدخلي ضوء وتدخلي تهوية المكان، يعني مش واجهة صماء مقفولة. فهو استخدم نفس فكرة المشربيات عنده بس خلاها ديناميكية متحركة. طب ديناميكية متحركة ازاي؟ ان من خلال السنسورز، ان السنسور لما يبدا ان هو يستشعر بالضوء او يستشعر بالحراره اللي موجوده عليه، فيبدا ان هو يتحكم في شده فتح او قفل الوحدات اليونتس بتاعه المشربيه، هي عباره عن وحدات بتبدا ان هي تتقفل على شكل مروحه علشان خاطر تبدا ان هي تتقفل وتتفتح، وتكون لي اشكال كتير، يعني ممكن تكون لي شكل دوائر كده لما هي مفتوحه، ممكن تكون لي اشكال سداسيه لما بتبقى مقفوله. فهي ديت الانفلوب دي بدأ ان هو بدأ يبقى فيه سنسور عندي، السنسور ده يستشعر بالمحفز اللي بيبدأ ان هو يحفزه، درجة الحرارة او الضوء، ويبدأ ان هو يتخذ اجراء ان انا اقفل الواجهة او افتحها، اقفلها على حسب شدة الاضاءة او افتحها، ويبدأ ان هو يكيف المكان الداخلي، الفراغ الداخلي مع الفراغ الخارجي او مع المؤثرات الخارجية، فيبدأ لو في مثلا
لو في اي استخدام جوه محتاج ضوء خافت او ضوء قليل فيبدا ان هو يكيف الضوء معاه. يعني هو مثلا عنده جوه مكتبه فيبدا ان هو يكيف الضوء بتاع المكتبه ودرجه درجه الحراره اللي داخله من بره بان هو يكيفها على حسب الراحه الحراريه اللي موجوده جوه. في عندي هنا البحر تاور ده برضو نفس الفكره، بس هو مستخدم اشكال، بس مش فكره المشربيه بقى، هو فكره هو حاول يعمل فكرة برضه المشروبية بس بشكل متطور أكتر، فبدأ إن هو يستخدم أو بشكل مختلف أكتر، فبدأ إن هو يستخدم اليونت بتاعته بشكل معين بحيث إن هي برضه تفتح وتقفل على نفس فكرة المحفزات. البانل بتاعته متركبة ومحطوط حواليها محطوط وراها سنسور، السنسور بيبدأ إن هو يستشعر بدرجة الحرارة أو الضوء الموجود بره فيبدأ إن هو يقفل ويفتح على حسب ما هو عايز يكيف الفراغ الداخلي للمبنى مع المؤثرات الخارجية. يعني أنا لو عايز أخلي درجة أشعة الشمس الموجودة داخلة جوه عندي المبنى تبقى عالية واستغنى عن الطاقة الكهربائية اللي أنا مشغلها، يعني أقفل الطاقة الكهربائية أو أقفل الإضاءة اللي موجودة عندي جوه وأفتح الشمس إن هي تدخل الفراغ، فيبدأ السنسور أبدأ إن أنا أوجه السنسور أو السنسور يبدأ إن هو مع متكيف إن هو يبدأ إن هو الوحدات ويبدأ ان هو يدخل لي الاضاءة الشمس جوه. لو مثلا لو لسه الشمس طالعة، طب لو الشمس مثلا درجة حرارتها عالية وهي سخنة جامد فيبدأ ان هو يقفل ويحمي لي درجة الحرارة الداخلية بتاعة المبنى من درجة الحرارة الخارجية بتاعة الجو بره، فيبدأ يبقى برضه هو نفس فكرة السنسور. السنسور بيستشعر بمؤثر خارجي يبدأ درجة حرارة الشمس او درجة الحرارة اللي بره ويبدأ ان هو يتكيف مع درجة الحرارة دي ويتعامل معاها طبقا للاستخدام الداخلي. كده دي كانت المحاضرة بتاعتنا، وده كان استخدام الماتيريال عندي في الكونستراكشن وتطبيقات استخدامها. بس هنيجي دلوقتي نعمل نشوف احنا اخدنا ايه في المحاضرتين اللي فاتوا كمراجعة سريعة كده على الثلاث محاضرات، ان احنا نشوفوا ايه اللي احنا اخدناه. فنيجي نشوفه ثانية. ده كده كله كان عندي السمارت ماتيريال. في البداية شفنا ايه هي الـ AI وازاي هي بتشتغل، علاقتها يعني AI بالعمارة عندنا عاملة ازاي. فعرفت ان الـ AI بتتكون من ثلاث حاجات: الـ Machine Learning والـ Natural Language Processing والـ Deep Learning. الـ Machine Learning لسه قايلينها من شوية ان هو الماشين بتاعتي ان انا ابدأ ان انا اديلها المعلومات بتاعتها على شكل لوجاريتمات وانترنت مفتوح، بحيث ان هي لما تواجهها اي مشكلة تبدأ ان هي تتصرف وتتكيف مع المشكلة زي ما هي عايزة، يعني على حسب الصح المشكلة متطلبة ايه حلول، فتبدأ ان هي تدور على الحلول وتبدأ ان هي تحلها من نفسها. ال natural language processing ان الماشين تبدأ ان هي تتعرف على اللغة اللي موجودة حواليها وتبدأ ان هي تفهم اللغات اللي موجودة حواليها. الديب learning ان هو ان انا ادي للماشين اللي عندي معلومات كتير فتبدأ ان هي من المعلومات الكتير اللي عندها تبدأ تحل أي مشكلة تواجهها. بعدين بعد كده عرفنا إزاي الـ AI بيساعد في الـ architecture، بيساعد في الـ planning، في الـ foundational planning وفي الـ construction والـ smart city والـ real estate والـ insurance companies والـ smart homes. تعرفنا منهم على الـ construction، ركزنا منهم على الـ construction والـ smart city والـ smart home. بعدين هنا شفنا في الـ construction أمثلة كتيرة، منها مثلا زي الأوفيس بيلدينج بتاع دبي، إن هو ال 3D printed building، إن أنا بالروبوت أو بالروبوت أرم أو بال 3D printer بدأت إن أنا أطبع مبنى، مش أطبع بس منتجات صغيرة، لأ أنا بدأت إن أنا أطبع مبنى كبير ويبدأ إن هو يستخدم عادي. فبدأ عندي فيه هنا ده مبنى في دبي أوفيس بيلدينج مطبوع بالكامل ب 3D printer، وشفنا ازاي هو الطبع وشفنا فيديوهات عن طريقة طباعته. طيب ده فيديو عن طريقة الطباعة ثانية.
ثواني بس هو بيفتح. ده كان مثال تاني موجود عندي برضه مستخدم بالروبوت، بالروبوت ان هو ازاي ان هو يبدأ يعمل شيد لحاجة معمولة لفراغ قدام مبنى، هو عايز يعمل شيء قدام مبنى، فبدأ ازاي ان هو يستخدم الروبوت او الروبوتكس في ان هو يعمل الشيء ديت. ده كان مثال موجود عندنا. هو طبعا الروبوت بيبدأ هو يعرفه كل حاجة، هو هيبني ازاي، هيدخل ازاي، هيحفر ازاي مكان المسامير، حتى بدأ ان هو يعمل الانفلوب بتاعته، بدأ ان هو يدفع عنده الانفلوب بتاع العمود ككونستراكشن. هو هنا مدخل نظامين مع بعض، ان هو يبدأ ان هو يدفع ويصب خرسانة فيه، وبعدين يركب عليه الوحدات الموجودة فوق من الخشب. بعدين هنا هو بيصب الخرسانة في قلبي، في قلب الانفلوب او الغلاف الخارجي ده. بعدين بعد كده بدأ ان هو يقشر من عليه الانفلوب بتاعه، وهنا هو بيركب الخشب بقى، الشيل الخشب اللي موجودة فوق بيركبها يونتس، ويبدأ اقول ان هم يركبوها تاني في الموقع، يركبوا اليونتس مع بعضها في الموقع، يجمعوها مع بعض في الموقع. فده كان مثال مثلا موجود عندي في أول محاضرة. ده كان مثال موجود عندي في أول محاضرة شفناه. نيجي بعد كده، اتكلمنا بقى في المحاضرة اللي بعديها عن السمارت سيتي والسمارت هومز. فعرفنا ان السمارت هيتي سيتي السمارت سيتي هي مش مجرد مدينة ذكية، يعني مش مجرد، مش المدينة الذكية معناها ايه، ان هي كلها بتبقى عبارة عن سنسورز موجودة في كل مدينة، وبتبدأ ان هي تتفاعل مع بعضها، وبتبدأ ان هي توفر لي طاقة كبيرة، وتبدأ ان هي تسهل لي استخدام الناس في المدينة. فيبقى عندي مثلا، فمن هنا عرفت معنى الانترنت اوف ثينجز الاي او تي، ان هو ده فكرة ان يبقى كل حاجة مربوطة بسنسور، والسنسورز كلها مرتبطة ببعض. عرفنا ازاي السمارت سيتي دي بستخدم فيها ايه، زي السوشيال روبوتكس، الروبوتات اجتماعية، الروبوت كضابط مرور، الروبوت يعمل ديليفري كعامل ديليفري. عندي شفت مثلا استخدام البيج داتا في السمارت سيتي عامل ازاي بالارتفيشال انتليجنس. شفت عندي ال 3D printing والرينيوبل انرجي، ازاي ان انا بستخدم الطاقة المتجددة عندي بقى، بستخدمها ازاي عندي في المدينة، ما بستخدمش، ببدأ ان انا ابعد عن الطاقة الغير متجددة واستعوض عنها بطاقة متجددة تانية، زي الواح طاقة شمسية، زي مثلا ما شفنا النهاردة في محاضرة النهاردة، ان انا اعمل في الأرضية بتاعة الرصيف اعمل فيها سنسورز تبدأ ان هي تتحكم لي، تطلع لي طاقة من الضغط عليها او من المشي عليها او من العربيات. جينا نشوف مثلا الدرونز، استخدامات برضه الدرونز عندي في السمارت سيتي ازاي. فده الكلام ده كله شفناه في السمارت سيتي وشرحناه. شفنا الابليكيشنز برضه بتاعت السمارت سيتي في السمارت باركينج، ازاي ان الباركينج يبقى فيه سنسور يقول لي ان المكان ده فاضي كباركينج، فانا اروح اركن عربيتي هناك. شفنا الشيرد سيلف درايفنج بتاعت جوجل، اللي هي بتبدأ تبقى موجودة في مكان، أو أنا أطلبها بالأبليكيشن أو أروح لها وأبدأ إن أنا أركبها وهي توصلني للمكان اللي أنا عايزاه. شفنا الـ Smart Traffic Control، إن إزاي بقى يبقى في تحكم في إشارات المرور بالسنسورز، برضه من خلال كثافة اللي أقفلها بالسنسورز. شفنا الـ Adaptive Connected Cars، إن هي السيارات السيلف أوتوماتيك كارز، إن هي تمشي لوحدها توصلني المكان اللي أنا عايزاه. بعدين شفنا هنا مثلا استخدامات الدرونز في الريسك في الـ Smart City، إن أنا ما ينفعش أخاطر بحياة إنسان، لأ أنا في مكان أو في مهمة معينة، أنا أودي الدرون هي تأدي مكان المهمة أو تستكشف حتى المكان قبل هو ما يروح. وال Database Crime Prevention Programs، اللي هي الكاميرا اللي بيبقى فيها السنسور ان هي تتعرف على الوشوش، فلو ده اتعرفت على وش مجرم فتبدأ تقول ان في مجرم في المنطقة الفلانية، فيبدأ يبقى في احتمال، يبدأ السنسور ياخد ان في احتمال ان تحصل جريمة هنا في المنطقة دي. شفنا السنسور مثلا اللي بتتعرف على ال gunshots،
طلقات النار تحدد مكانها وتقول إن في هنا حصل جريمة بسبب إن هي سمعت صوت طلق النار. شفنا مثلا السمارت ستريت لايتنج، عمود الإنارة بس اللي موجود في الشارع ده أنا ممكن أحط فيه كمية سنسورز قد إيه علشان خاطر تبدأ إن هي تتكيف معايا أو تساعدني وتخلي السيتي سمارت عندي أكتر. شفنا مثلا إن إحنا ممكن نحط فيه سمارت لايت، أو ممكن نحط فيه سبيكرز، ممكن نحط فيه ايمج سينسينج اللي هو الكرايم بريفنشن بروجرامز مثلا، ممكن نحط فيه ديجيتال اعلانات، يعني اعلانات ديجيتال، ممكن احط فيه كمان انترنت عشان يبقى فيه واي فاي، ممكن احط فيه مثلا ممكن احط فيه ابلكيشنز كتير ممكن استخدمه هو نفسه يبقى فيه من تحت في الاساس بتاعه نظام علشان خاطر لما يحصل شتاء فيبدأ لما الدنيا تشتي فيبدأ ان هو يستشعر ان في مياه موجودة هنا، فيبدأ ان في يحصل عملية تكيف مع المياه ديت، او ان انا أبدأ اتصرف مع المياه ديت في تصرفها ازاي. بعدين دخلنا على السمارت هومز، شفنا طيب هنا كان في سمارت سيتي، كان في صحيح، كان في فيديو. ثانية واحدة، هنا فيديو عن دبي بيبدأ ان هو يوضح لي دبي هم عاملينها في هدف ان هي تبقى سمارت سيتي بالكامل، فهو وتبقى المدينة رقم واحد في السمارت سيتي. فهو بيبدأ ان هو يوضح ازاي السمارت سيتي. هنا مثلا دي عربية بس autonomous car، تبدأ ان انا اطلبها بالابليكيشن زي عربية جوجل. هيتكلم ان هو بيستخدم النتورك بتاعته بتاعت المدينة، ان هو بيربط كل حاجة ببعضها علشان خاطر يبقى كل حاجة مربوطة في المدينة ببعضها، وتبدأ كل حاجة زي ما احنا شايفين فوق في درونز بتبدأ ان هي توصل طلبات في كل مكان، سمارت كارز ماشية في كل مكان، كل حاجة عارفة طريقها ماشية ازاي بالظبط، ومفيش حاجة مفيش حوادث بتحصل. طبعا الحوادث بتقل بنسبة كبيرة جدا، مفيش اي حاجة بتحصل، ناس ماشية طبيعي جدا في الشوارع وعربيات ماشية طبيعي. محتاجة عربية فتبدأ انك تطلبها بأبليكيشن او تروح لها في مكانها، او تبدأ ان هي تعرف انك عايز تركب عربية فيها سنسور مثلا، هو مستشعر يبدأ ان هو يوقف لك لو انت وقفت قدامها، تبدأ انك تركبها وتروح بيها المكان اللي انت عايزه. ده كان فكرة عامة عن السمارت سيتي عاملة ازاي. بعدين نيجي نشوفه بقى السمارت هومز، اتكلمنا بعدها برضو في نفس المحاضرة التانية عن السمارت هومز، فشوفنا ان السمارت هومز بيبقى فيها مش ده شفنا ان السمارت هوم بيبقى فيها 3 حاجات، بيبقى فيها سنسور، بيبدا من نتورك سنسور برضه نفس الفكره، تبدا ان هي تربط لي كل حاجه في البيت ببعضها، بيبقى فيها دوميستيك ديفايسز الالات بقى او الاجهزه اللي انا الموجوده عندي في البيت زي تكييف، زي روبوت مثلا بيكنس ارضيه، زي وحدات اضاءه تبدا ان هي تقيد وتطفي لما انا استخدم المكان او لما انا ادخل المكان، زي حاجات كتير موجودة عندي في السمارت عليها. وبعدين ال Apple Control، أو بعدين عندي Android System وال Sophisticated وحدة التحكم بقى الحاجات دي، الابلكيشن او الاجهزه الثانيه اللي تبدا ان هي تتحكم او ادي اوامر للسمارت، او ممكن نقوله مثلا جوجل اللي هو زي اليكزا
او جوجل اللي هو بيبدا ان انا ادي له اوامر، فيبدا ان هو يدي لكل اجهزه البيت الاوامر اللي انا بديها، يحولها للسنسور اللي انا عايزاه. شفت مثلا ان انا عندي في ويربل سنسورز، عندي سنسورز ممكن البسها في ايدي مثلا، زي ساعه تبدا ان هي تقيس ضغط الدم، تبدا ان هي تقيس ضربات القلب، مستوى السكر مثلا في الدم، كلام من ده. عندي مثلا سمبل بينري سنسورز مثلا تبدا ان هي تستشعر الموجود في المكان، او تستشعر بالحركه الموجوده في المكان بس بنظام معين اللي هو 1 و0. عندي مثلا الفيديو كاميرا اللي هي بتبدا ان هي تستشعر بالحركه الموجوده في المكان من خلال ان هي تصورها، والانفراريد سنسور من خلال الاشعه تحت الحمراء، ترددات زي ترددات موجه الراديو. وفي سنسورز تانية زي سنسور مثلا إضاءة، زي كلام كتير. عرفت إن السمارت هوم لازم يكون معتمد على 4 حاجات: على السنسورز اللي هي البرسبشنز، السنسورز والكنترولرز والفيديو سنسورز، السنسورز اللي أنا بحطها في المكان، وعلى النتورك إذا كان واي فاي أو بلوتوث هبدأ إن أنا أربط السنسورز دي ببعضها، وعلى السوفت وير اللي هبدأ إن أنا أتحكم منه بالحاجات ديت السنسورز دي، وعلى الابليكيشنز اللي هي الميديكال زي الميديكال سيرفيسز، التطبيقات اللي انا بستخدم هبدا بقى ان انا اطبق الكلام ده في ايه. اذا كان ميديكال سيرفيس، اذا كان انا حاطط السنسور ده علشان خاطر كحاجه ميديكال، حاجه طبيه، ان هو يبدا ان هو في شخص كبير في المكان، فيبدا ان هو يخدم الشخص ده ويحس بحركته، يبدا ان هو يساعده في المكان، او يشوف او يحس باي ضرر يبدا الشخص ده، فيبدا ان هو مثلا يطلب اسعاف او يطلب اي حد يقدر يساعده. السكيورتي سيرفيسز، ان انا هستخدم مثلا السنسورز دي كسكيورتي عندي في المكان، بحيث ان انا امن المكان، ما فيش حد غريب يدخله، وهكذا. ده كان بقى اخر محاضرتنا. شفنا النهارده برضو الماتريال ازاي بقى ان انا بستخدمها في الـ عندي في الـ في الـ في الكونستراكشن. يبقى انا في البدايه اتعرفت والاي اي وعلاقتها بالعمارة، وبعدين بعد كده اتعرفت على السمارت سيتي والسمارت هومز، وبعدين بعد كده اتعرفت على الماتيريال الحديثة في الإنشاء ويستخدموا التقنيات الحديثة في الماتيريال. بس ده كان لسه توجيه في العاصمة الإدارية الجديدة. بس كان في مصر، لما نيجي نبص شوية على المتحكمات الموجودة عندنا في مصر، فنلاقي إن في عندنا متحكمات كتيرة، مثلا زي التكلفة، إن بيبقى فيه مثلا اللي عايز يبني مبنى فبيبقى مقيد شوية بعملية التكلفة، ما بيخاطرش شوية إن هو يستخدم حاجات حديثة بالدرجة اللي هي. بس في العاصمة الإدارية الجديدة هنبدأ إن احنا نشوف الكلام ده كتير متطبق هناك. إن شاء الله بإذن الله. تمام، طيب في أي حد عنده أي أسئلة تانية؟ في باشمهندس حسن، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكرك حضرتك على المحاضرة الجميلة جدا ديت والمفيدة. شكرا جدا لحضرتك. بالنسبة للسيستم ديت، هي محتاجة في الانفراستراكشر، أو أنا عايز أبتدي كمبنى، محتاج سيستم، محتاج أنظمة معينة تبتدي بيها في المبنى في المدينة كمدينة بقى، دي متطلبات، في متطلبات معينة أعملها، ولا ممكن مثلا في يعني مثلا مدينة زي مدينتي مثلا ممكن أبتدي أعمل فيها سمارت سيتي، أحولها لسمارت سيتي أكيد. وهي موجودة دلوقتي اكزيست واحدة، يعني في يعني مدينة موجودة، ولا محتاج متطلبات في الانفراستراكشر أصلا؟ دي حاجة. الحاجة التانية، التكلفة بالنسبة للحاجة للسمارت سيتي، التكلفة تعتبر أو الفكر ده بمعنى أصح موجود دلوقتي، يعني الحاجات دي كلها موجودة ولسه أندر ستادي لسه، والتكلفة بتاعتها هتكون عاملة إزاي؟ هو أسئلة في الموضوع، معلش. تمام، اتفضل حضرتك. هو أنت أسئلة أو لا؟ شكرا يا فندم. هو أنا كان عندي كتوجيه كفكرة سمارت سيتي،
لما نيجي نشوفه مثلا على دبي هنلاقيها ان هي كانت مدينه قايمه بالفعل، وهم بداوا ان هم يحولوها كسمارت سيتي، فبداوا ان هم يستخدموا الافكار بتاعت او الفكر بتاع السمارت سيتي وابداوا ان هم يطبقوه. بس هي كمدينه قايمه زي مثلا مدينتي اقدر ان انا اخليها سمارت سيتي، بس كتكلفه هتبقى طبعا التكلفه عندي مش زي ما انا مبدا ان انا عامل مخطط عندي وابدا ان انا من البدايه عارف انا همشي منين، وخطوات تنفيذ عندي هتبقى ماشيه ازاي، وابدا ان انا زي ما ببني المبنى كده طوبه طوبه ابدا ان انا ابني معاه كمان السمارت بتاع المبنى او السمارت بتاع السيتي واحده واحده معاه، وانا ببدا ان انا ابني. فاكيد طبعا دي مش هتبقى زي دي، بس اقدر ان انا احول المدينه لسمارت سيتي اكيد طبعا اقدر. بالنسبه كونستراكشن مثلا في الانفراستراكشر، انا في عندي برضه سمارت ماتيريالز اقدر ان انا استخدمها في الانفراستراكشر عندي كمبنى انفراستراكشر، الهيكل التاسيسي بتاع الانفراستراكشر. في عندي مواد مثلا ان انا استخدمها كسنسورز عشان خاطر الزلازل لما يحصل زلزال فيبدا ان المبنى تتحكم في حركه المبنى، ما تنقلش الزلزال للمبنى فيبدا ان المبنى ما ينهارش على الموجودين فيه، او يقلل الحاجات اللي هتحصل في المبنى او الاضرار اللي هتحصل في المبنى. ده بالنسبه كانفراستراكشر المبنى. كان انفراستراكشر بقى المدينه، فبرضه الكلام ده في حاجات هنبقى في سنسورز اكيد محتاجينها او متطلبات محتاجينها كانفراستراكشر، بس نقدر ان احنا نستعوض عنها بسنسورز، يعني نقدر ان احنا نستخدم السنسورز ونكيفها معانا في الموضوع ونوظفها معانا في الموضوع، بحيث ان احنا نربط الانفراستراكشر بتاع المدينه كلها، الخدمات بتاعه المدينه كلها مع بعض. بالنسبه كفكره، هي بتبدا ان هي تتطبق دلوقتي في دبي، بحيث ان دبي فيها عندها رؤيه ان هي على 2030 او 2050 هتبقى السمارت سيتي، اول سمارت سيتي في العالم، سمارت سيتي رقم واحد في العالم. فهي بتبدا ان هي تتطبق فعليا هناك، ومهيش مجرد فكره، هو اتعمل عنها ابحاث كتيره طبعا. هي اي حاجه طبعا بتتعمل في البدايه بتبقى مجرد ابحاث وفكره في البدايه، بعدين بعد كده بتبدا ان هي تتطبق. وكتكلفه طبعا انا عندي التكلفه بتاعتي لما اجي اعمل مثلا سمارت سيتي، فانا ممكن ادفع فلوس كتكلفه زياده في البدايه كسنسورز طبعا هتستخدم معايا وحاجات كتير هتستخدم معايا في المدينه، بس انا لما اجي ابص على العائد بتاعي بعد ما اخلص المدينه بتاعتي، لان انا وفرت في استهلاك الطاقه، قللت الزحمه، قللت الجريمه، قللت حاجات كتير، وفرت حاجات كتير جدا في المدينه بتاعتي، وقللت تكاليف زياده هتبقى موجوده قدامي. فانا زي مثلا ما قلنا المره اللي فاتت، ده استثمار، انا بستثمر فلوسي في مكان وعارف ان المكان ده هيطلع لي فايده اكبر من المكان ده، من الاستثمار اللي انا اديته له، يعني عارف ان الفايده او العائد بتاعي اللي هيطلع هيبقى اعلى بكتير. فهو ده الفكره بتاعت السمارت سيتي. انا مش عارفه، انا حاولت ان انا اوصل لحضرتك الاسئله اللي حضرتك قلتها، فيا ريت اكون قدرت ان انا اوصل. بصراحه وصلتيها واكتر كمان يعني، جزاك الله خير. شكرا حضرتك. شكرا جدا لحضرتك. في سؤال بيسأل كيف تحويل البيوت الحالية لسمارت؟ ازاي اقدر ان انا احول البيوت الحالية لسمارت؟ ده من خلال السنسور زي ما شرحنا في المحاضرة التانية. ببدأ ان انا احط سنسور حركة، ببدأ ان انا احط سنسور للإضاءة، ببدأ ان انا احط الفيديو كاميرا بتاعت عشان خاطر المراقبة، ببدأ ان انا استخدم الانفلوب بتاع المبنى، اقدر ان انا اطور في المبنى واخلي الواجهه بتاعت المبنى بتاعي يبقى واجهه مثلا متحركه او واجهه فيها سنسور بحيث ان هي تتحكم في الاضاءه الخارجيه وهي داخله المكان، او درجه الحراره الخارجيه مع درجه الحراره الداخليه. ففي سنسورز كتير زي ما قلنا المره اللي فاتت اقدر ان انا استخدمها في المبنى بتاعي او في البيت بتاعي بحيث ان انا اخليه سمارت، واقدر ان انا اربطه ازاي ببعضه بطرق كتير. تمام، جزاكم الله كل خير. الله يكرمك يا دكتور، التوفيق ان شاء الله. جزاكم تمام كده، مفيش أعتقد أسئلة تاني. فاحنا شكرا لحضرتك، 3 محاضرات أروع من بعض، اتعلمنا منهم حاجات كتيرة، وإن شاء الله تبقى يعني إن شاء الله يعني تبقى بداية إن الناس تبدأ تدور في الموضوع ده بشكل متعمق أكتر بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله. في سؤال بس أخير، هل في شركات معينة في مصر بتنتج سنسور ولا لأ؟ شركات معينة في مصر بتنتج سنسورز؟ أعتقد إن في شركات، أعتقد إن في شركات كتيرة، يعني لأن
المجال ده مستخدم اكتر، يعني المجال ده في عندنا مثلا جامعات زي كمبيوتر ساينس، ومثلا عندي كلية مثلا زي كلية هندسة طبية مثلا جامعة القاهرة أو جامعة عين شمس. السنسورز دي مش مجرد بس شركات، هي ممكن أي حد عادي يعملها، يعني ممكن حد يعملها بإيده أو ممكن برضه شركات تعملها، يعني هي كأبحاث ممكن طلبة تعملها، وكشركات في أكيد شركات، أكيد شركات أبنية بتعمل الكلام ده، في شركات أعتقد في شركات متخصصة في السمارت هومز في مصر بتقدر إن هي تعمل الكلام ده، بس قليلة شوية، يعني هي مش كتير أو مش متوسعة أو مش بشكل متوسع أو مش كتير أو مش كبيرة كمان، يعني هي برضو جزء قليل من الشركات. تمام. حضرتك المرة اللي فاتت كنت قلت لي على حاجة وزي هوم ورك كده، وانا ممكن نجيب حاجة اسمها اردينو. تمام، احنا مش بنعمل ده على حاجة. تمام، مش مهندس، لا، هو ده لو حد عايز يتعمق في المجال ويتعلم فيه اكتر، في الاردينو. انا اشتريت علبة هي فيها اللوح كلها، وفيها التوصيلات، وفيها السنسور، وفيها كل الحاجات دي. تمام، فصراحة يعني كانت الواحد استمتع بيها جدا، يعني موضوع الاردينو. ورحت برضه والله وجبت اللي هو الدرون، اللي هو الطياره الصغيره اللي بتطير ديت، والاثنين استخدامه سهل، يعني حتى الاطفال ممكن يدخلوا فيها يبداوا يتعلموها، بتبقى حاجه كويسه ايوه، جدا. ما هو هي ك الأردوينو بيستخدم كلغة برمجة، هو لغة برمجة بسيطة، وكاستخدام كبرنامج هو واجهة برنامج بسيطة، ويبدأ أي حد، يعني أي حد يقدر إن هو يستخدمها انا وبسهولة. عملت التوصيلات عشان تنور ويبقى فيها حساسات وحاجات زي كده. هي فعلا ممتعة جدا وسهلة جدا وبسيطة، والدرونز برضه هي برضه حاجات يعني حلوة أوي. ما شاء الله. شكرا جزيلا ليكي، واحنا الصراحه استفدت جدا وطبقت اللي حضرتك بتقوليه، فلقيت حاجات ممتعه جدا، وكورسات موجوده بالعربي لحد عايز يتعمق، والاردوينو ونص ان هو اوبن سورس، ف هتلاقي منه حاجات كتيرة مجانية رخيصة جدا، أسعارها رخيصة جدا، وليها برامج كتيرة جدا الواحد بيقدر يشتغل عليها بسهولة. يعني بس هو في حاجة، هو الطيارة اللي هي درونز بيبقى لها ترخيص علشان خاطر ما لا، ينفعش أي حد في مصر بجد. فيها ترخيص، أنا مش موجود، أنا بره مصر فمفيش ترخيص. في دبي، في لازم تشوف خريطة، في خريطة كده بتقول لك إيه الأماكن اللي ممكن تصوريها، وغالبا كل الأماكن المباني الكبيرة أو المشهورة ممنوع تصور فيها، ممكن تصور في الحدائق او في الصحراء، مفيش اي مشكله خالص لو حد عايز يصور في الصحراء هناك. في السعوديه الموضوع بسيط، ان انت قبل ما تشتري من امازون بتاخد الرقم وتبعت لهم وتقول لهم انا هيجي لي درون بالرقم دوت، فبتدفع تقريبا 200 ريال لو انت شخص، لو شركه بتدفع تقريبا 300 ريال، واول ما تيجي بتاخد الوصل وتدخل بيها عادي السعوديه. لا، احنا في قطر مسموح بها الحمد لله. الحمد لله، تمام. ده حاجة حلوة جدا، يعني هما كفكرة ان هما فاتحين استخدامها والتعرف عليها دي، ده شيء كويس جدا. الله يكرمك. وان شاء الله بدات اعرفك انها تبقى مصاحبه قريب، نتمنى هذا ان شاء ان الله. شاء الله، ما هو كتوجه هيبدأوا بقى ان هما ياخدوا التوجه ده ويبقى مفتوح في اماكن كتير باذن الله. ان شاء الله. جزاكم الله كل خير، والف شكر لحضرتك. شكرا جدا لحضرتك يا باشمهندس عمر، انا سعيده جدا ان انا كنت موجوده معاكم النهارده، مع حضرتك النهارده. شكرا جدا لحضرتك يا باشمهندس عمر. انا اسعد، معلش، هو الناس بتسال سؤال في الاخر خالص، في ماشي، مهندس نور بيسال ما هي الجامعات الاوروبيه التي تقدم هذا التخصص في اوروبا للمهندسين المعماريين؟ في عندي في اوروبا في الام اي تي، الماساتشوستس يونيفرسيتي، دي فيها تخصص بتاع روبوتك فابريكيشن، فيها تخصصات تكنولوجيا في العمارة. في عندي كمان في اي تي اتش في زيورخ، ديت برضو جامعة فيها برضو تطبيقات زي كده. في معاهد، في برضو في مدارس تانية موجودة برضو في جامعات تانية، بس دولت اللي أنا متذكرهم منهم دلوقتي، أو دولت أشهر اتنين تقريبا، اللي هما ال MIT وال ETH. بس كده تقريبا، يعني هما دول اللي أنا متذكرهم.
جزاكم الله خير، ألف شكر لحضرتك. شكرا جدا لحضرتك يا باشمهندس، شكرا. شكرا.